السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الثانية من مادة الميديكال ترمينولوجي. إن شاء الله هتكلم النهاردة عن السافيكس. هنخرج بإيه من المحاضرة بتاعت النهاردة؟ هنأكد تاني على معنى السافيكس اللي عرفناه في المحاضرة اللي فاتت. هندي بعض الأمثلة عن السافيكس وإزاي نستعملها. هنشوف إزاي نقدر نستعمل السافيكس عشان نعبر عن الناون الأدجكتيف الجمع والمفرد في الميديكال ترمينولوجي. خلونا نفتكر مع بعض كده احنا خدنا ايه المحاضرة اللي فاتت. عرفنا المرة اللي فاتت ان الميديكال ترمينولوجي او الكلمة بتتكون من ثلاث اجزاء رئيسية. اول حاجة اللي هي الروت، وده حجر الاساس اللي ببني عليه او المين بارت اللي انا ببني عليه. لو حطيت اي كلمة او جزء من الكلام قبله وغير معناها سميه بريفكس، لو حطيت اي كلمة بعده وغيرت معناها سميها suffix. وخدنا الجنرال رولز ازاي ادمج البريفكس مع الروت مع السافكس، وامتى احط الكومبايننج فاول ما بين الروت والسافكس او الروت والروت. هنبدا النهارده كلامنا عن جزء من اجزاء الكلمه وهو السافكس. ولو جيت اعرفه هقول ان in medical word a suffix is added to the end of the word root or combining form to change its meaning. معنى الكلام ده ايه؟ ولو قلناه المحاضره اللي فاتت ده عبارة عن كلمة أو بعض الحروف اللي بتتحط لنهاية الروت عشان تغير أو تضيف معنى ليه. المعنى اللي ممكن تضيفه ده ممكن يبقى عبارة عن condition، زي مثلا السافكس اللي اسمها algia ده معناها pain، أو ممكن تديني معنى disease زي ال ITIS معناها inflammation، وممكن يبقى لها معنى زي procedure أو تدل على procedure زي ectomy اللي معناها surgical removal. ممكن بعض السافكس اللي بتضاف تغير من مفرد للجمع في الكلمة نفسها زي ما أخدنا في نهاية المحاضرة اللي فاتت. خد بالك whenever you change the suffix you change the meaning of the word. كل الـ medical terms must have a suffix. المطلوب منك من محاضرة النهاردة إن أنت تبدأ تفهم الـ suffixes اللي هناخدها وتحفظها عشان نقدر نوظفها ونستفيد منها في محاضراتنا القادمة. وعشان تسهل على نفسك طريقة الحفظ أو طريقة الفهم، هنبدأ نقسمها إلى مجموعات رئيسية. suffixes بتدينا معنى للسيرجيكال بروسيدور، suffix بتدل على الدياجنوستيك والباثولوجيكال ريليتد كونديشن، وبعض suffix اللي هناخدها اللي بيكون لها استعمال في الجرامر إن هي مثلا تحول لنا الكلمة اللي قدامنا من noun لأدجكتيف وهكذا. فخد بالك النهاردة إن لازم نخرج النهاردة حافظين وفاهمين كل السافكسز اللي هناخدها. أول مجموعة هتكلم عنها النهاردة هي الجراماتيكال سافكسز. وببساطة هي الجراماتيكال سافكسز دي بتتاتش تو ذا وورد روت تو فورم بارتس اوف سبيتش. ممكن تحول لنا الكلام ده تبقى أدجكتيف أو ناون، ممكن تعمل لنا سينجولار أو بلورال فورمز اوف ميديكال وورد. بعض الجراماتيكال suffixes دي بتدينوت أو بتدل على الديمينوتيف فورم أو السمولر فيرجن اوف ذا وورد اللي هو تصغير الكلمة، زي كلمة تيوبيول معناها أنبوبة صغيرة أو سمول تيوب. كتير من suffixes اللي هناخدها في الجراماتيكال suffixes بنستعملها في اللغة الإنجليزية العادية بتاعتنا. خلونا ناخد بعض الأمثلة اللي توضح كلامنا عن الجراماتيكال suffixes. لو أنا مثلا عايز أعبر عن اسم بمعنى condition of، ممكن استعمل suffix زي ال IA ال ISM ال SIS ال Y، وكل دول معناهم condition of. مثال لو انا جيت قلت phobia، انا ضفت ال IA لكلمة phob ادتني معنى condition of persistent and exaggerated fear او الخوف من شيء معين او حاجة معينة. مثال ال ISM زي ال alcoholism ده ال chronic dependence او ال condition of chronic dependence to alcohol، إدمان الكحوليات. الـ SIS زي acidosis ده الـ acid conditions of body fluids أو حمضية سوائل الجسم. الـ Y زي atony هي الـ lack of muscle tone أو ارتخاء العضلات أو فقدان القدرة على التحكم في المسل تون. نكمل مع بعض الأمثلة الأخرى على الـ noun suffix. لو أنا مثلا عايز أعبر عن كلمة بمعنى study of أو دراسة شيء ما، فهضيف لها suffix logy زي مثلا physiology ده الـ study of function of a living organism، علم دراسة وظائف الأعضاء.
او ممكن عايز تعبر عن الميديكال سبيشاليتي او التخصص الطبي المعين، فممكن اضيف الاي اي تي ار واي، الاي اي تي ار اي سي اس، او الاي سي اس زي مثلا السايكاتري ده الاستادي اند تريتمنت اوف مينتال النس اللي هو التخصص الطبي النفسي، او جيرياتريكس ده تخصص دراسه العجزه او كبار السن، اورثوبيدكس ده استادي اند تريتمنت اوف ذا سكيلتون اند جوينتس. او ممكن تعبر لو انت عايز تعبر عن المتخصص في المجال نفسه، ممكن تضيف كلمه حرف الاي اس تي او الاي ان اي ان كسافكس زي مثلا كلمه كارديولوجيست ده اخصائي القلب، او بيدياتريشن ده اخصائي طب الاطفال. فببساطه انت ممكن تضيف معنى كلمه او تخليه نون عن طريق ان انت تعرف انت عايز تعبر عن ايه بالظبط. لو عايز study of هتحط كلمة logy، لو عايز تضيف medical speciality ممكن تضيف ياتري ياتريكس اي سي اس، لو عايز تعبر عن الميديكال فيلد نفسه او السبيشاليست في الفيلد ستادي نفسه هضيف الاي اس تي او الاي ان. في بعض السافكس اللي لو ضفتها هتديني الصيغه المصغره او تصغير للكلمه، زي اللغه العربيه مثلا لما تيجي تقول كتاب وكتيب. في اللغة الإنجليزية برضو في أو في الميديكال ترمينولوجي في بعض الحروف أو بعض السافكس اللي لو ضفتها هتديك نفس الفكرة، زي الـ ICLE مثلا في ventricle فهتدينا معنى small cavity، الـ OLE زي مثلا في الـ arteriole معناها minute artery اللي هو الشريان صغير جدا، أو ممكن الـ ULE كسافكس زي كلمة venule دي معنى small vein أو وريد صغير. ناخد مثال اخر للجراماتيكال سافكس اللي هي الادجكتيف سافكس. ادجكتيف سافكس هي بعض الحروف برضو او السافكس اللي هتضاف لاخر الكلمه فتحولها لنا من النون للادجكتيف بمعنى pertaining to او resembling. مثال الاي سي في كلمه كاردياك ده معناها لو انا مثلا عايز اقول كاردياك كونديشن يعني معناها او كاردياك ديزيز معناها مرض له علاقه بالقلب. الـ AL في كلمة cerebral معناها pertaining to cerebrum وده جزء من البرين أو له علاقة بالبرين، لما أجي أقول cerebral حاجة cerebral يبقى معناها إن لها علاقة بالبرين. vascular حرف الـ AR أو السافكس الـ AR هيبقى لها علاقة بالـ blood vessel، يبقى الـ adjective بتاع vessel هتبقى vascular. urinary الـ ARY معناها pertaining to urine. الـ IC زي thoracic pertaining to the chest. ال ICL زي كلمة surgical يبقى pertaining to surgery أو له علاقة بالجراحة أو جراحي. febrile pertaining to fever يعني له علاقة بارتفاع درجة الحرارة. venous جاي من كلمة vein يبقى لها علاقة بالفين أو حاجة لها علاقة بالفين، يبقى venous مثلا venous return يعني الارتجاع اللي راجع الدم اللي راجع في الفين. form epilepsy form معناها like او resembling الابيليبسي شبيه بالابيليبسي او الصرع. ميكويد like او resembling الميوكس وهكذا. يبقى انا عندي مجموعه من السافكس اللي ممكن اضيفها لنهايه الروت هتديني تحولها لي من النون للادجكتيف زي الاي سي الاي ال الاي ار الاي ار واي الاي سي الاي سي ال الاي ال اي الاو يو اس الفورم والاو يو الاو اي دي. كده انا خلصت اول نوع من الميجور تايب اللي كنت هتكلم عنهم اللي هو الجراماتيكال سافكس. هدخل على نوع تاني اللي هو السيرجيكال سافكس او الحاجات اللي لها علاقه بالعمليات الجراحيه او اللي لها علاقه بالجراحه. فلو انا مثلا عايز اعبر عن كلمه بمعنى ريموفال او اكسيشن هضيف السافكس اكتومي زي مثلا ابندكتومي معناها اكسيشن اوف ابندكس اللي هو ازاله الزائده او جراحه ازاله الزائده. synthesis معناها surgical puncture زي مثلا مثال arthrosynthesis اللي هو البذل او ان انت تاخد سائل من الجوينت كافيتي for aspiration of fluid. stomy ان انت تفتح فتحه معينه forming an opening زي tracheostomy forming an opening in the trachea تعمل فتحه في التراكيه. او tomy ده معناها incision أو to cut into زي tracheotomy إن أنت تعمل فتحة شق جراحي في التراكية. disease
معناها بايندنج او ستابلايزيشن، زي ارثروديزس اللي هي سيرجيكال فيوجن اوف جوينت اللي هو لحم المفصل جراحيه، رافي معناها سيتشر زي مثلا مثال مايورافي السيتشر اوف مسل او الخياطه العضله. ولو لاحظت هنا في رافي انا كررت الار زي ما اتفقنا في المين رولز اللي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت، ان لما يكون السافكس بادئ بار اتش بكرر الار او بعمل دبليكيشن للار. سافكس معنى ستيزس معنى ستوب او كنترول، لما اجي اقول هيموستيزس معناها ستوبنج او ستوبنج ذا سكيب اوف ذا بلاد او ان انت توقف النزيف. بيكسي معناها فيكسيشن، مثال لها هيستروبيكسي سيرجيكال فيكسيشن اوف ذا يوترس او عمليه تثبيت الرحم. بلاستي معناها سيرجيكال ريبيل، يبقى لما اجي اقول رينوبلاستي يبقى السيرجيكال ريبيل اوف ذا نوز اللي هو عمليه تجميل الانف. كلازس تو بريك داون او ريفراكشر اللي هو تكسير حاجه معينه، زي مثلا كلمه اوستيوكلازس ده سيرجيكال فراكشر او ريفراكشر اوف ذا بون، ده عمليه بكسر عظمه معينه عشان ارجعها لوضعها الطبيعي. لايسس ده معناها لوسنينج او سيبريشن او ديستراكشن، زي انتيرولايسس ده عباره عن سيرجيكال سيبريشن اوف انتستينال ادهيشن، عمليه في بعض الحاجات بتبقى الامعاء ملتصقه ببعضها فان انت تعمل لها سيرجيكال سيبريشن او فصل بسميها انتيرولايسس. تريبسي معناها تو كراش، زي الليثوتريبسي ذا كراشنج اوف ستون اللي هو تفتيت الحصوات هسميه ليثوتريبسي. سيد ده معناها كل، زي مثال لها الجيرميسايدال ده تو ديستروي الباثوجين او المايكرو اورجانيزم اللي داخل جوه جسمك. لو لاحظت هنا في سيد اللي هي سيرجيكال سافكس، وفي سافكس ثانيه اللي اي ال اللي احنا قلنا لها علاقه بالادجكتيف كادجكتيف سافكس. اخر مجموعه هتكلم عنها في السافكس النهارده هي الدياجنوستيك باثولوجيكال اند ريليتد سافكس. عندي سافكس اسمها جراف، ده لما اجي اعبر عن الانسترومنت ريكورد او الجهاز اللي هستعمله في تسجيل حاجه معينه. لما اجي اقول مثلا كارديوجراف يبقى انا اقصد الجهاز اللي يستعمل في تسجيل كهربيه القلب. لو خليتها جرافي بقت العمليه نفسها او البروسيس اوف ريكوردنج، مثال ليها الانجيوجرافي يبقى البروسيس اوف ريكوردنج البلاد فيسلز افتر داي، يبقى عمليه تصوير الوعاء الدموي نفسها هسميها انجيوجرافي. طب لو عوزت اقول الجهاز اللي بيستعمل في الانجيوجرافي هقول اسمه انجيوجراف. الصوره اللي طالعه لنا او الريكورد اللي طالع نفسه من العمليه هضيف له مقطع جرام، يبقى الريكورد او البيكتشر هضيف له مقطع جرام، زي مثلا تبقى انجيوجرام زي ما خدنا في المثال اللي فوق، او الانسيفالوجرام ده الاكس راي بيكتشر اوف ذا برين، يبقى انا الصوره اللي طالعه لي كصوره هضيف لها كلمه جرام. لو انا عايز اقيس حاجه معينه الانسترومنت فور ميجرنج هضيف لها كلمه ميثر زي ثيرمومتر، يبقى الان انسترومنت فور تمبريتشر يبقى اسميه ثيرمومتر. لو اتكلم عن العمليه نفسها هخليها متري زي بلفيمتري، يبقى العمليه اللي بتقيس البلفس هسميها بلفيمتري. سكوب ده الانسترومنت فور اكزامينيشن او الاكزامن، يعني لو قلت عايز اقيس حاجه معينه بجهاز معين فهسميه سكوب، الجهاز المعين ده هسميه سكوب، زي كلمه اندوسكوب ده الانسترومنت اللي بيستعمل للاكزامينينج وزن. تمام. لو خليتها بقى عايز اعبر عن العمليه نفسها او عمليه القياس نفسها هضيف كلمه حرف الواي يبقى سكوبي، زي مثلا اوتوسكوبي يعني معناها الاكزامينيشن اوف ذا اير باي ذا مينز اوف اوتوسكوب. تمام كده. لو ضفت سافكس زي الجيا الجيزيا دينيا ده هيدينا معنى بين، زي مثلا نيورالجيا ده البين اوف ذا نيرف او الم الاعصاب، اوتودينيا ده البين ان ذا اير او الم في الاذن. لو ضفت مقطع او سافكس اي تي اي اس هيديني معنى انفلاميشن، زي جاسترايتس اللي هي انفلاميشن اوف ذا ستومك او التهاب في المعده.
لو ضفت مقطع سيلي اللي هو سي ال اي هيديني معنى هيرنيا او سويلنج زي هيباتوسيل الهيرنيا اوف ذا ليفر. لو ضفت سافكس اكتازس هتبقى تديني معنى دايليشن او اكسبانشن زي برونكيست اكتازس برونكي اكتازس ده الكرونيك دايليشن اوف وان اور بوث برونكاي اللي هو توسيع او اتساع البرونكاي اديما معناها سويلنج زي مثلا الليمفيديما هتبقى معناها السويلنج اند اكيوميليشن اوف تيشو فلويد. اي مقطع نهايته ايميزس هيبقى معناها فوميتنج زي هايبر ايميزس يبقى معناها اكسسيف هايبر يعني اكسسيف وايميزس يعني فوميتنج يبقى هايبر ايميزس يعني اكسسيف فوميتنج. ايميا يبقى اي علاقه لها علاقه بالبلاد يبقى بلاد كونديشن زي انيميا زي بلاد ده معناها بلاد كونديشن كوز باي ديكريز ان بلاد ان ريد بلاد سيلز اللي هي فقر الدم او نقص الكرات الدم الحمراء فهسميه انيميا يبقى لها علاقه بالبلاد. لو ضفت مقطع جن ده معناها producing او beginning او origin زي كلمة carcinogen يبقى اي مادة هتسبب للسرطان هسميها carcinogen. المقطع الماليجيا او ماليجيا ده معناها softening زي osteomalacia ده softening of the bone او لين العظام. المقطع ميجالي معناه enlargement لو ضفته مثلا لهباتوميجالي يبقى معناه enlargement of the liver اللي هو تضخم الكبد. مقطع OMA او suffix OMA لو ضفت ما هيبقى معناه tumor فلما اجي اقول adenoma ده معناه tumor of glandular cells. مقطع ptosis ده معناه prolapse او falling او dropping فلو جيت اقول histoptosis histoptosis معناها ال downward displacement او ال prolapse of the uterus احنا قلنا هيسترو يعني uterus وتوزس يعني prolapse او falling. راج معناها burst frost او اندفاع بشدة او بقوة فلو ضفته مثلا في موقع زي hemorrhage لو لاحظت الار هنا برضو حصل لها duplication زي ما قلنا ان الار اتش بيتكرر ار لما تتحط كسافكس. hemorrhage معناها escape of blood from the vessel او ال excessive bleeding او النزيف. دياريا لو لاحظت هنا في المقطع برضو انا حطيت RHEA وده معناها الديسشارج او الفلو يبقى دياريا معناها abnormal frequent discharge او فلو الفلويد فيكال ماتر اوف فروم ذا باول ده اللي هو الاسهال. مقطع تاني زي ريكسس ده معناها رابشر لو جيت قلت انجيو ريكسس انجيو يعني فيسل وريكسس يعني رابشر يبقى رابشر اوف بلاد فيسل. باثي يعني ديزيز لو جيت قلت نيفروباثي يبقى ديزيز اوف ذا كيدني. فينيا لما تضاف لاي مقطع زي ما قلنا اي روت هتبقى معناها ديكريز او ديفيشنسي زي ليكوسايتوبينيا ده ريدكشن في النمبر اوف ليكوسايتس اللي هو نقص كرات الدم البيضاء. فيجيا معناها ايتينج او سوالينج لما اجي اقول ديسفيجيا ديس يعني معناها difficulty ضفت لها فاجيا اللي معناها swelling يبقى difficulty in swelling أو eating. فازيا اللي هي speech لو جيت قلت افازيا معناها ان loss of power of expression of by speech انت مش قادر تعبر بالكلام. بليجيا معناها paralysis لما اجي اقول hemiplegia يبقى paralysis of one side of the body معناها شلل في نص الجسم. فوبيا معناها فير زي كلمة أكروفوبيا ده اللي هو الخوف من المرتفعات. السافكس السكليروزس معناها الهاردنس فلما اجي اقول ارتيريو سكليروزس ارتيريو سكليروزس ارتري يعني شريان سكليروزس يعني هاردنس يبقى معنى ارتيريو سكليروزس على بعضها اللي هو تصلب الشرايين. سبازم ده بتدي المقطع معناه involuntary contraction او twitching of the muscle فلما اجي اقول blepharospasm blepharospasm ده السبازم اوف eyelid تقلص جفن العين. stenosis معناها narrowing او stricture فلما اجي اقول arteriostenosis arterio زي ما قلنا اتفقنا ان هو الارتري او الشريان stenosis يبقى ضيق في الشريان. toxic معناها poison فلما اجي اقول هيباتوتوكسيك يبقى معناها
poisonous to the liver وهكذا. بكده يبقى خلصنا محاضرة النهاردة. زي ما اتفقنا المطلوب منك النهاردة ان انت تبدأ تحفظ السافكس دي وتفهم معناها، عشان بعد كده لما تضطر تحطها في مصطلح او مجرد ما تشوفها في مصطلح تقدر تفهم المعنى من سياق الكلام. شكرا لكم.